مشاهدين الكرام، أهلا بكم. تساءل العديد من محبي المستديرة عن أسباب المشاكل التي ظهرت في موقع الجامعة الملكية لكرة القدم المخصص لبيع تذاكر نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والذي استغله البعض لإنشاء سوق سوداء. دفعنا للبحث والتحقيق في الأمر، وما تسمعونه في هذا التسجيل يكشف حقائقا رهيبة. لنستمع. السلام عليكم. مرحبا اخويا. كيداير اخويا؟ لاباس عليك. الله يخليك. عيطت لك عافاك على قبل تشيكي، خليت النيميرو التليفون ديالك مع عند واحد الدري صاحبي قال لي راه عندك شي تشيكي ياك. بقات وحده اخويا ولا زون تروا؟ شمن زون؟ تروا تريبيك. شحال دايره؟ 1000 درهم. ماشي بزاف. مخر ديالك. صوت شويه زعما ناخذ عندك هادشي يلا. مشجع ودادي بمنطق تفكيره تساءل كيف للتذاكر أن تنفذ بسرعة والجميع يعاني من مشاكل مع الموقع، وضعا افتراضية لإمكانية الحصول على التذاكر من مصدر آخر غير الموقع الرسمي. فهاد الناس هادو من يقطعوا لا فيبر وشي قال لك خدامه اصلا الناس ما عيط لهم حنا بيسيات ما كاين شي ناس يقول لك دخلوا تسناو قطعوا تشاد واخا كتسنى ما كتلقاش السيس اوفيسيال 48 ساعه الدري هو مقابله ما عطاه ما والو وما فهمتش الاحصائيات الاخر تيقول لك لاحوا 45000 تباعت 30000 اليوم 15 يعني هاد الاوراق فينا هما الجمهور راه كيتقدر ب 50000 فينا هما هاد الاوراق هادو. استمعتم لافتراضيه المشجع الودادي، اليكم الامر الصادم. ستسمعون في هذا التسريب لمكالمة هاتفية لشخص يزعم وجود عامل في إدارة بنجلون يساعد في عملية بيع التذاكر بمبالغ مالية رهيبة. والله ما سمعتك. كيك 900 درهم باش نخلصو 1000 درهم عندي فيها. وياك خاصين 100 درهم كيفاش تعمل شي حاجة؟ أنا ما خدتش من السيج أنا ورقة أنا غناخد من السيج. ياك. نعم. والله إذا تبيعوا فيها بك الشر أنا 100 درهم والله كمية درهم اللي كنربح في الورقة واحد راه ما عندكش والله شي واحد اللي بقات تيكي نورمالمون 100 درهم بزاف زعما لا عرفتي شحال وأنت راه عارف راه شحال ديال الفرقة راه في الورقة راه الخرابيط اللي دارت وما كانوش الورق كيخرجوا من النوار ما غيكونش هادشي وراه هذا هو البلان أنت خديتي أنا الورنيت ها خويا ما الدراري مخرجهم من بنجلون كيفاش؟ الدراري مخرجهم من بنجلون حاجهم لي 70 درهم لا ماشي نسيت مخرجهم بنجلون خدام بنجلون اه يعني هما فرقهم حتى اللي خدامين بنجلون عطاهم فرقهم اه تبانش وهو خدها فابور باغي يحسبها ب 900 درهم والله ما عرفتش انا باش خدها فابور ولا كيفاش. اليكم تسجيل مكالمة أخرى، ستنصدمون من مبلغ بيع التذاكر مستغلين حب الأنصار لفريقهم، والعديد من المشجعين اضطر إلى اقتناء التذكرة بثمن خيالي بهدف الحضور. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كده أخويا لاباس عليك كلشي مزيان؟ الله يحفظك لي أخويا. عرفت خديت النمرة ديالك عند واحد الدري صاحبي على قبل قال لي عندك لي تشيكي ديال الماتش. شمن دري؟ واحد الدري صاحبي كان عيط ليا والله ما عرفتش انا سولتو على قبل تيكي قال لي انا نعطيك النمره ديال واحد التليفون ديال واحد الدري قلت له صافي واخا وي خويا انا جوج ديال التيكي مرحبا شمن زون؟ زون 2 كاتيجوري 1 شحال الثمن؟ 2500 درهم شحال؟ 2500 واو الوحده؟ لا بجوج يعني شحال الوحده؟ 1250 اه يا هذيك في نحيد ديك 1000 ريال ماشي مشكل بزاف عاوتاني راه صح والله الا اشي دابا قدامي دابا جوج تباعو في 1000 درهم كون اجي من كاليفورنيا وانا ما عرفتش مزيان واو واو دابا غدا ولادي قال لي ها يوم عندي انا كدا هو اخويا 3000 درهم غتفرج في البرنابيو فينال ديال ولكن اخويا راه بصح راه تيكي ما بقاش ولكن راه فينال ديال العقبة بصح شي حاجة عادية راه ماشي شي حاجة عادية ودابا بيناتنا انت مقطع ورقة ب 100 درهم غتطلب فيها 1250 درهم عرفتي شحال شحال ديال اللي السوق اللي كيقول هادشي ماشي انا اللي كنقول هادشي انا فهمتك
دابا راه كيفاش نقول لك زعما واحد كياخذ شي ورقه ب 100 درهم واش غتجيك انت لوجيك يحسبها انت ب 1250 ولا 1200 هذا خويا انا معاك كانوا ديالي انا كانوا ديالي مرحبا ولكن انت انا الدري عطاهم ليا قال لي خويا الا بعتي هادو سير الله يسير عليك قال لي انا هادي يعني وشحال قطعهم؟ قطعهم 100 درهم 100 درهم الوحده وقال لك قال لك جيب لي 1000 و اللي بقى ديالك قال لي 1000 درهم في الوحده 1000 درهم ديالو هاد 1000 درهم في كل وحده بزاف ما عندكش كيفاش زعما تدولنا معايا حيت بغينا نمشيو اخو ما نكذبش عليك واش شحال واحد باغي يمشي شحال واحد كيعيط لي ولا لا واحد دابا شحال عطاني 2200 درهم سي مالك قال لي اخويا عشان نعاود لك قال لي انا ما باغيش نمشي قال لي ولكن المراه عندي كتوحم وغتمشي ليا للوداد الماتش قال لي خليهم ليا كي 2500 قال لي عطيك 2200 قال لي اللهم ناخذ 200 درهم طلبني الراجل نعطي الدري 2000 درهم ديالي ماشي مشكل وا يعني الدري صاحبك شحال رابح شحال رابح بهاد جوج وراق 1800 درهم واخويا اللي جينا نبقاو نحسبوا ليه لقينا هنا قوم ربي العالمين كيبيه راه متفق معاك ولك راه شنقول لك اخويا الصراحه راه بزاف زعما راه رابح اكثر من الكافي دابا اخويا راه كلشي دابا اخويا راه ديال الفرصه دابا انا متصل كاين مره في العام ماشي كتجيك يوميا راه مره في العام كتجي الفرصه متفق معاك ولك راه بحال هكا راه كدر انت ودادي انا ودادي اخويا وراه بحال هكا راه كدر اخوك اللي ودادي تاهو بحال بصحتك هو وداد هو وداد هو ورا ما بحال هكا نكتب عليك ما كايناش الوداد بحال هكا هذا راه ولا رباح الوداد ورا خويا بحال هكا ما غيمشي للجمهور اللي مولف كيمشي نكتب عليك راه غيمشي صحاب قال لك خليني نتفرج ماذا ما مقطع انت شكون اللي مقطع انا سيت كنقول لك يومين بلا نعاس ما قدرت نقطع والله الا الدري عشي ظهر عليه يومين وحق الله داكشي علاش بقى فيه الحال وباغي يربح والله يومين انا باغي نقطع ليه انا ما باغيش انا باغي نمشي نتفرج ولكن انت واحد قطع عليه ومالو جوج خوت وسبليون كانوا باغيين يجيو ما جاوش قال لي شوف زكريا قال لي بيع ومقطع جوج ديال 50 درهم ومقطع جوج ديال 100 درهم يعني عنده لاقصه باش يقطع 4 طلاق ولا قطع لا عنده الحق يقطع جوج هو ما عرفتي باش قطع 4 ياك قال جوج مرات وقال بدل لاكارت ناسيونال بدل لاكارت بدل قال لي بدل في الميل فهمت شنو الحل دابا ما كاينش كيفاش زعما ينقص لنا قول لي راه ما يمكنش تربح حتى 900 درهم كل ورقه راه الصراحه نقدر نسمع الحق انا ماشي مشكل 2200 درهم كما قلت خونا وخا شي دابا والله الا عيطت عليه شوف قال لي امسح لانون قال لي شوف شي واحد من حيعيط قال لي امسح لانون صافي جي عندك نقول مدام دابا والله الا قال لي بحال هكا واه دابا في نظرك هذا واش غيكون انت هو ولد الشعب زعما من الجمهور اللي غيدير الفرق في الماتش راه راه باين لا غيريحو مرتو غيجبدو شي شيبس وغيتفرجو في الماتش يعني هادشي راه كيدبر الفرقة بحال هكا هادشي اللي بغات الوقت اخويا مرة ماتش في العام راه بنادم كيستغل ورا ماتش في العام خاصك الا كنتي صح كتشغل الوداد راه خاص الوداد تربح في الماتش كيمشيو كل ماتش التيران ومقطع انتي بي اوف الوراق كيمشيو كل ماتش التيران وانا كنمشي كل ماتش باغي نقطع عليا ما لقيتش راه داكشي علاش اصاحبي واه ليل شي ما كاينش كيفاش كيقطعوا الناس الله يعلم اقسم بالله ما عرفتش كيفاش يقطعوا الله يلا خويا انا غادي الزون فيت عندي جوج عندي وحده الزون فيت قطع الدري جوج انا وحده وحده وهذا قطعهم الخوش وقالوا لي قطع لينا تريفيل قطعهم اليوم وما جايينش خرج لهم شي خدمه ما جايينش قال لي خويا قول لي دير بحال خوتو جا وحتى حنا راه خوتو بغا يتعامل معنا ايه دير بحشوية مازال ماشي مشكل اما باش يربح 900 درهم في كل ورقة انا صراحة راه لوجيك هاد الحاجة ومرحبا خويا انا غنشوف ما وعاود عيط مرحبا حبيبي انا عشان عيط لك صافي مرحبا الله يحفظك الله يكبر بيك شكرا
مؤسف حقا استغلال حب المشجعين لفرقهم وإجبارهم على دفع مبالغ صادمة من أجل ممارسة هوايتهم المفضلة، ومنهم من يعتبر التواجد بالمدرجات المتنفس الوحيد الذي يفرغ فيه ضغط الحياة وقساوة الظروف.